ماذا بعد إعلان الحوثيين عن أول حالة وفاة بكورونا في مناطق سيطرتهم؟ هل تتمكن سلطة صنعاء من احتواء الدائرة المحيطة بتلك الحالة؟ وهل فعلاً هي الحالة الوحيدة في العاصمة؟ أهلاً بكم. اعترف الحوثيون بإصابة واحدة لشخص صومالي كان مريضاً بالفشل الكلوي في أحد فنادق صنعاء. بالنسبة لكثيرين، فإن الحوثيين اختاروا حالة المواطن الصومالي لتكون أول حالة تعلن، وفي حقيقة الأمر فإن هناك حالات إصابة سبقت وتم التحفظ عنها. ويأتي إعلان الحوثيين هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة في عدن عن 9 حالات جديدة، بينها حالة وفاة واحدة. إذن هل قرر الحوثيون المضي قدما في طريق الاعتراف بوجود الفيروس والدخول في معركة مواجهته بشكل كامل؟ هل يعني ذلك الدخول في هدنة عسكرية على مستوى جبهات القتال؟ أم إنهم يخططون للبقاء على بعد خطوة من الوضع المعترف به من قبل السلطات الشرعية في عدن، والاستمرار في توجيه مقدرات الدولة التي يسيطرون عليها نحو الحروب؟ اليوم نعد تعلن وزارة الصحة العامة والسكان عن اكتشاف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. إعلان الحوثيين وفاة أول إصابة معترف بها بفيروس كورونا في صنعاء يعني تقدمهم خطوة جديدة على طريق الاعتراف بالوباء على مستوى أكبر، خاصة مع تأكيد سكان محليين إغلاق بعض الأحياء ومطالبة المصلين في بعض المساجد بعزل أنفسهم بعد التأكد من تعرضهم للفيروس أثناء تشييع جنازة لم يعترف الحوثيون بإصابتها. كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن انتشار الفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، لكن الأخيرة استمرت في تغطية الأمر مع أنباء عن إغلاق مناطق في صنعاء، كما تقول مصادر إنهم حاصروا قرية في ميفعة عنس غرب مدينة دمار بعد أنباء عن إصابات بالفيروس ومنع الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية. يتعمد الحوثيون نشر صور مسلحين يرتدون ملابس الوقاية من الفيروس في إشارة للتعامل مع الوباء باعتباره عملاً عدائياً بحسب تصريحات سابقة لأحد قياديهم، وهو ما يعني أن الاستراتيجية التي تتبعها الميليشيا ربما تشكل خطراً بحد ذاتها. الاعتراف الجديد بوجود الفيروس في مناطق سيطرة الحوثيين وإعلان حالة وفاة واحدة مؤشران على رغبتهم في تجزئة الاعتراف بالوباء، بينما تشير الوقائع والمعلومات المؤكدة أن البلاد في طريقها للانزلاق نحو كارثة لا يمكن لأي من الأطراف التعامل معها، فالمنشآت الصحية لا تستطيع استقبال الحالات. تعجز السلطات عن فرض الحجر ومنع التجوال بسبب الحالة الاقتصادية التي يعتمد فيها أكثر من نصف اليمنيين على المساعدات، ويعمل الآخرون بأجور يومية ضئيلة، كما أن إمكانيات الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون موجهة بشكل رئيسي نحو الحروب الداخلية التي عملوا على زيادة وتيرتها خلال الشهرين الماضيين بعد دعوة المبعوث الأممي لكل الأطراف للدخول في هدنة ومواجهة وباء كورونا. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من يو الصينية دكتور عمار البعداني المكلف من قبل الحكومة الصينية بنشر التوعية حول فيروس كورونا. أرحب بك دكتور. إذن بداية، يعني ما هي أبرز المستجدات لديك فيما يتعلق بوضع الفيروس في المناطق اليمنية بشكل عام؟ دكتور خير، تحية لك وللمشاهدين. ما زلنا نسمع هنا وهناك عن تسجيل حالات متفرقة في مختلف المدن اليمنية، وهذا كان متوقعا، وكنا نتوقع أن يكون الإعلان هذا مبكرا لأن اليمن ليست بمعزل عن باقي دول العالم التي كلها تقريبا قد سجلت إصابات، وبالتالي فتسجيل الإصابات والإعلان عنها هو أمر إيجابي، ولكن التساؤل الآن هو ما دقة تسجيل هذه الحالات فقط، وهل تم فعلا رصد وبائي حقيقي وتتبع كل المخالطين،
وكيف سجلت هذه الحالات؟ هل هذه هي الحالات الأولى، سواء كنا نتحدث عن الحالات في صنعاء أو في عدن أو في دائس أو في حضرموت؟ ما يعني هذا؟ هذا يعني أن لدينا ظاهرة تفشي ربما كانت قد حدثت، بينما نحن كنا ننتظر فقط الفحص، وقد أثرنا كثيرا في الفحص والكشف عن كل المشتبه بهم. طيب دكتور، في هذا السياق يعني مسألة الحديث عن التأخير، الآن الإعلان يتم عن حالة لشخص صومالي في البلاد، تم الإعلان عن جنسية المصاب، هل هذا الأمر يتبع في أماكن أخرى؟ تختلف طريقة الدول والحكومات في إدارة هذه الأزمة وهذه الفوبيا. بعض الدول تحاول دائما أن توضح بعض المعلومات، ربما لديها بعض الأهداف من تحديد الجنسية لهذا المصاب. بالنسبة لنا كيمنيين أعتقد، أو من ناحية العلمية، لم يعد ذلك مفيدا أو مختلفا، سواء كان مصاب صوماليا أو يمنيا، فهو في الأخير هو إصابته سجلت في مدينة صنعاء، وهذه هي المشكلة. كيف وصلت هذه الإصابة إلى صنعاء؟ وهل هي الإصابة الأولى حقيقة في هذه المدينة؟ وهل هنالك مخالطين؟ أين هم؟ نحن لا نعرف حقيقة، خاصة مع تواتر أيضا أخبار عن وجود مشتبه بهم بحالات تنفسية نسمعها بين الحين والآخر. وبالتالي فالتعامل مع هذا الوباء يستدعي منا أن نكون مبادرين وأن ننتقل من ظاهرة الدفاع إلى الهجوم. وحده ذلك هو الذي يضمن السيطرة على هذا الوباء. تفضل بالبقاء معي دكتور عمار. أرحب بمن ينضم لنا عبر سكايب من نيويورك، السيد لبيب ناشر الناشط الحقوقي. أرحب بك مرة أخرى سيد ناشر. إذا يعني في سياق الحديث عن طول أمد، أهلا بك دكتور. إذا أهلا بك سيد لبيب. إذا في سياق الحديث عن طول أمد الفترة التي كان هناك تكتم، كما يقول كثيرون حول وضع الإصابات بكورونا في صنعاء، يعني هناك من يقول اعترف الحوثيون أخيرا بأول حالة. كيف تقرأ ما جرى؟ يعني مسألة الإعلان الآن، مسألة الوضع في العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أعتقد أنه واضح من الإعلان هناك عملية إيحاء من سلطات الحوثي بأن للشعب اليمني بأن نحن حريصين عليكم ولم نفرط أبدا بمصالحكم أو بصحتكم، ولم يكن هناك أساسا أي حالة يمنية مصابة بهذا الفيروس، وإلا كنا أعلمناكم. ولكن هذه الحالة جاءت دخيلة علينا. أعتقد هذا النوع من الإيحاء الذي أرادته، هذه الرسالة التي أرادت السلطات الحوثية أن توصلها إلى الشعب اليمني، وأن هذا العنصر الدخيل على مجتمعنا اليمني هو السبب، بينما نحن كنا في مأمن من هذا الفيروس تماما وكنا صادقين معكم. بينما أخي الكريم الأطباء يؤكدون لنا من داخل صنعاء بأن الحالات مؤكدة والفحوصات كانت مؤكدة إيجابية، وأن وصلتهم اتصالات وتوجيهات من القيادة الحوثية بعدم كشف والكشف عن هذه الحالات. تفضل. نعم طيب، تفضل بالبقاء معنا سيد ناشر. أرحب بمن ينضم إذن إلينا الآن دكتور وليد الثجيري، طبيب بمستشفى الثورة العام، معنا عبر الهاتف من صنعاء. أرحب بك سيد الثجيري. ما هي مستجدات الوضع هناك في صنعاء فيما يتعلق بكورونا؟ السلام عليكم ومساء الخير لكم جميعا. وعليكم السلام. بالنسبة لمستجدات الوضع، فكما تحدث الضيف سابقا قبل قليل عن إعلان الحالة اليتيمة في صنعاء، وكنا نتوقع أن يكون هناك تصريحات إعلامية شجاعة وقوية أكبر من التي أعلنت، غير أن ذلك يعد بمثابة إعلان، يكفي أنه إعلان رسمي في الأخير بوجود حالة، وهذا أيضا يدب ناقوس الخطر ويستدعي تواجد والتزام الجميع في برنامج الاستجابة الطارئ للكوفيد 19 في صنعاء. بالنسبة للوضع كما أشرت في الليلة السابقة هي أن هناك حالات مشتبهة تصلنا إلى المستشفيات الحكومية والخاصة كثيرة جدا، وآخر بروتوكول متبع كان أن احنا نحول هذه الحالات المشتبهة إلى مستشفى الكويت لمعالجة حالة الكوفيد، والتي من خلالها يتم عمل الفحوصات اللازمة
ومن ثم تأكيد أو نفي الحالة، فإذا ما تم نفي الحالة أعطي المرافقين المريض ورقة يؤكد خلوها من هذا المرض والعودة بها إلى المستشفيات العامة. في سياق حديثك عن التوقعات دكتور الثجيري، هل أفهم من كلامك أن هناك حالات إصابة بكورونا؟ لا أقول إصابة بكورونا، وإنما أقول اشتباه حالات مصابة بكورونا تصل ليس إلى مستشفى الكويت أو الزايد فقط، وإنما إلى جميع مستشفيات صنعاء، ومن خلال أن يشتبه فقط طبيب الطوارئ بالأعراض المصاحبة للكوفيد 19 فإنه يتم تحويل الحالة فورا إلى مراكز معالجة الكورونا وهي مستشفى الكويت، ولكن من خلالها يقومون بتعبئة الاستمارة اللازمة وعمل الفحوصات اللازمة وتأكيد أو نفي الحالة. ومن هناك أخي الكريم لا يسعنا الاطلاع فيما بعد ذلك هل تم تأكيد الحالة أم نفيها. للأمانة هناك ما زال هناك تعتيم حول هذا الاشتباه، وما زلنا بانتظار الإعلان الرسمي للحالة المشتبهة الأكثر في ذلك. تفضل بالبقاء معنا دكتور الثجيري. أعود إليك دكتور عمار البعداني، ما تعليقك على ما تفضل به دكتور الثجيري؟ نعم الدكتور وليد تحدث وفقا للمعلومات التي لديه هو أن هنالك حالات اشتباه وهنالك تسجيل لحالة واحدة. الأمر في النهاية أعتقد يعود لوزارة الصحة أو مكتب الصحة في صنعاء، و لديهم الكثير من المعلومات، خاصة أيضا فيما يتعلق بطرق التقصي وطرق فصل الحالات وحالات الاشتباه. من الجيد من الناحية العلمية أن يتم تحديد مستشفى واحد أو مركز واحد لاستقبال الحالات المشتبه بها فيما يتعلق بكوفيد 19، ولكننا نؤكد أيضا على ضرورة حماية الفرق الطبية في كل المستشفيات، بمعنى أن كل الحالات التي تعاني من الحميات في هذه الأيام بالذات ينبغي التعامل معها على أنها عدوى كوفيد 19، وينبغي أن يتم فصلها حتى من حيث الذهاب إلى المستشفيات، سواء المستشفيات الخاصة التي قد تمثل خطورة في إذا استقبلت حالات كهذه ولم يتم التعامل معها بالشكل الجيد، مما قد يؤثر أيضا على سلامة وأمن الفرق الطبية. إذا هنالك الكثير من العمل الجاد الذي ننتظره، ونريد أن تتم إدارة هذه الأزمة بشكل سريع وعاجل، وكذلك الإعلان أيضا عن الحالات والشفافية هو مفيد جدا، ليس فقط للسلطات بل حتى للمجتمع. هذه الشفافية هي التي ستسمح لك وستدعو الناس لرفع درجة الاستنطار والاستماع حقيقة لكل دعوات الوقاية والاحتراز والبقاء في المنزل. هذه كلها تستدعي أيضا من السلطات تحذير الناس ووضعهم في الصورة وإعلامهم في حقيقة الأمور. دكتور أعود إلى السيد لبيب ناشر فيما يتعلق بالحديث عن هذا الوباء وعن الوضع في صنعاء. سيد ناشر، وأنت ناشط حقوق، يعني هناك من يقول أن هناك تخوفات لدى الناس، مسألة الإصابة باتت أشبه بمسألة يعني عار شخصي أو عار مجتمعي لمن يصاب، لمن لعائلة المصاب ربما أيضا. هناك تخوفات كثيرة من هذا المنطلق، ما هي الرسائل التي يمكن إيصالها في هذا السياق في ما يتعلق بالإصابة بكورونا؟ هذا الأمر وهذه النقطة مهمة جدا جدا، لأن هذه النقطة قد تزيد، إذا لم يكن لدى الشعب وعي كامل بأهميتها، قد تزيد من عدد المصابين مع تكتم الأشخاص المصابين عن حالتهم، مع تكتم أسرهم. سيظل الناس يتعاملون معهم بطريقة طبيعية جدا، وبالتالي سينتشر الوباء بشكل كارثي. يجب أن يعلم المجتمع، يعني أنا لاحظت مثلا قبل يومين تظاهرات في مدينة تعز، وهذه كانت يعني كارثة مجتمعية حقيقية. كيف أبناء المنطقة حول المستشفى الجمهوري تظاهروا أمام المستشفى الجمهوري لكي يمنعوا دخول مصابين الكورونا إلى المستشفى. يعني هؤلاء مرضى بمرض معدي، لكن ليس فيه عار ولا فيه عيب أن يقول الإنسان أنا مصاب.
ليس في ذلك يعني جانب ديني أو أخلاقي، بالعكس المحرم دينيا هو أن تخفي على الناس حالة إصابتك فتنقل العدوى إليهم، وقد تقتل هذه العدوى الآخرين، إن لم تقتلك أنت قد تقتل الآخرين. أيضا هذا نداء إلى الشعب اليمني، أن الذي أصيب بكورونا لا يعني ذلك أنه يجب أن يبقى في البيت معزولا دون طعام وشراب ودون أن يزوره أحد أو يتعامل على الأقل معه أحد. عندما أقول الزيارة أقول الزيارة من أجل تقديم الخدمات. ما أدهشني في إعلان جماعة الحوثي عن الإصابة التي تمت هو أن الإعلان تم ولم يتم إعلان أي إجراءات أخرى بالمقابل. في الأردن في جميع الدول العربية نزل الأمن والجيش إلى الأرض إلى الشارع لكي يمنع الناس. نحن هنا لا نتحدث عن ما قد حدث، ما قد حدث حدث. نحن الآن يجب أن نركز على ما سيكون في المستقبل. نحن لا نتحدث على منع اليمن في الانزلاق إلى الكارثة. نحن مقدمين على هذا الوباء ونحن في وسط الطريق. يجب أن يتم التركيز على ما سيكون فيما بعد. هل ستقوم السلطات في داخل صنعاء بمنع التجوال بقوة الأمن، أم ستترك الأمر إلى المجتمع لكي يتعامل معه؟ ومعروف أن حتى في المجتمع الأمريكي أو في المجتمعات الأوروبية، حتى في المجتمعات الإسكندنافية الأكثر كما نقول نحن الأكثر وعيا عالميا، لم يتعامل الناس مجتمعيا بالشكل المطلوب 100%. فتخيل في اليمن كيف سيكون الأمر. فأنا من رأيي أن تأخذ أو يجب، ما عادش رأي يعني، هذا أصبح من الواجب أن تتخذ سلطات صنعاء إجراءات حاسمة لمنع الناس من التواجد في التجمعات، الخروج لأسواق القات، الخروج لأسواق. نحن أخي الكريم الآن في فترة رمضان، تكثر الحوالات، يكثر التجمع والازدحام على محلات الصرافة، وبالتالي يكثر هؤلاء الذين يجتمعون على محلات الصرافة يذهبون إلى الأسواق، وهذه كارثة أخرى. نحن في موسم صعب جدا ويجب أن يتم التعامل معه بطريقة حكيمة وبطريقة شديدة. دعنا نسأل دكتور وليد الثجيري فيما إذا كانت هناك أي إجراءات تم الإعلان عنها ربما أو حتى تم التوجيه بها وإن لم تعلن، أسألك دكتور وليد عن ذلك، سواء لمسألة الحجر أو لمسألة منع التجوال أو مسألة أيضا التعليمات المتعلقة بالتعامل مع الإصابات الخاصة بكوفيد 19. نعم، كلامك صحيح جدا، كان المفروض أن يصاحب الإعلان الرسمي حتى لو كانت حالة واحدة إلى بقية الاستعدادات والإجراءات سواء العلاجية أو الوقائية على مستوى الصحة وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وهذا هو المفترض وهذا هو المتوقع وهذا هو الذي توقعته أنت وأنا وعامة الشعب، غير أنه كان هناك إعلان يتيم لحالة واحدة لم يصاحبه أي إعلان أي إجراءات أو حتى احترازية قادمة، لم يتم الإعلان عن برنامج استجابة وطني طارئ للكورونا. نحن لا نطلب شيء جديد، فقط ابدأوا من حيث انتهى الآخرون، استفيدوا من تجارب دول عظمى في هذا المجال، استفيدوا من دول الجوار في التعامل مع الحالات. ابدأوا بتنفيذ برنامج وطني طارئ للكوفيد وابدأوا بمشاركته مع الجهات المانحة ومع منظمات المجتمع المدني ومع القطاع الطبي والصحي بشكل عام. هذا هو المفترض أن يعمل، لكن للأسف كان هناك إعلان فقط، لم يتبعه أي إعلان وطني أو مشاركة وطنية لبرنامج استجابة شامل. طيب يعني دكتور، بالنسبة للحديث عن الوضع هناك في صنعاء وأنت هناك، يعني كيف هو تعامل الناس أو كيف هو استقبال الناس لهذه الأخبار فيما يتعلق بالإصابة؟ نعم، كما شرحت لك سابقا أن الناس كانوا يتوقعوا عقب الإعلان أن يتم هناك مشاركة البرنامج الاستجابة الطارئ وعرض الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي من ضمنها حظر التجوال يبدأ بساعات معينة ثم يليها معظم ساعات الليل ثم تليها معظم ساعات النهار مثلها مثل المراحل المتبعة في دول الجوار وفي الدول العظمى التي بدأت بالإعلان عن انتهاء الوباء فيها من ضمنها أو من آخرها ماليزيا. المواطنون ما زالوا بشكل عام
صحيح أن الإعلان نقول أثر فيهم معنويا، أصبحوا خائفين بشكل أكبر، لكن ذلك الخوف إن لم يتبعه شرح كبير من الجهات المختصة بطرق الوقاية، بالإجراءات الاحترازية، بالبرنامج الذي تعمل على صورته الآن وزارة الصحة ومنظمة المجتمع المدني في احتواء الوباء، في احتواء هذه الجائحة العالمية، سوف يزداد الخوف وسوف يؤثر فيهم على الناحية السلبية ما لم يكون هناك، كما شرح الضيف الذي معنا شرح مفصل عن الحالة، تبعياتها، سبب تواجدها، الإجراءات المتبعة مع هذا المريض ومع كل مريض، مراكز العزل شرحها بالتفصيل، البرنامج واللوحات الإرشادية والوقائية للمواطنين، تليها برامج متخصصة في قنوات التلفزة الرسمية. إن لم يكن الشعب مطلع على كل ذلك فصدقني أنه سوف يؤثر عليه من الناحية السلبية. شكرا لك دكتور وليد ثجيري، طبيب مستشفى الثورة العام، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك دكتور عمار البعداني، فيما يتعلق يعني الوضع هناك في صنعاء، الإمكانات الطبية في اليمن عموما، يعني بحسب متابعتك إلى أي مدى هناك تجهيزات لمسألة حالات الفحص بداية، ثم يعني محاليل الفحص والتأكد من الحالات إذا ما كانت مصابة أو غير مصابة، ومن ثم أيضا مسألة يعني الاستعداد لعملية المعالجة بحسب متابعتك؟ نعم، دعني أقول لنكن واقعيين، نحن نتحدث عن بلد يعاني كثير من المشاكل ومن ضمنها بالطبع المنظومة الصحية الهشة، وإذا قارنا هذه المنظومة الصحية هي كثيرة متطورة، هي أيضا لم تصمت أمام هذا الوباء، وبالتالي فالتعويل على أن المنظومة الصحية قادرة على المواجهة هو ضرب من الخيال والوهم. إذا الطريقة الأسلم لمواجهة هذا الوباء ليست في انتظار تسجيل إصابات وانتشار العدوى ثم البحث عن مستشفيات، المستشفيات لن تكون جاهزة ولن تكون جاهزة أبدا لاستقبال الإصابات التي تنتشر في المجتمع بما يتعلق بهذا الفيروس بالذات الذي ينتشر سريعا ويصيب المجتمع كله بالعدوى في آن واحد، وبالتالي فإدارة هذه الأزمة وبائيا هي الأهم، ونحن مقدمون بالفعل على حرب وبائية يجب أن نستنفر وأن تكرس كل الجهود هذه الأيام لمحاربة فيروس كورونا سواء في صنعاء أو في عدن أو في كل مدن الجمهورية. ينبغي أن نترك كل شيء جانبا الآن ونتحدث فقط عن كيف نسيطر على الانتشار، كيف نقنع الناس ونفرض أيضا حظر التجوال وبقاء في المنازل، أيضا كيف نمدهم أيضا بالغذاء والدواء وهم في منازلهم، هذه جزئية مهمة تتعلق أيضا بالمجتمع اليمني حتى تطبق مسألة تجنب العدوى هي الطريقة المثلى. لا نعرف حقيقة كم هي عدد الدرة التي لدينا في اليمن وهي قليلة جدا، لا نعرف مدى جاهزية المستشفيات حتى فيما يتعلق بالفحص الحمض النووي والمطلوب لتأكيد الإصابات، ربما لدينا عدد قليل جدا، خلال أسبوع أو أيام قليلة ربما سنسجل أعداد هائلة من الإصابات. إذن علينا أن نبدأ من الآن ولأن لا ننتظر لأخرنا كثيرا، علينا أن نبدأ بمنع انتشار العدوى وعلينا أيضا البحث عن كل الإصابات أين هي وكيف يتم عزلها. شكرا لك دكتور عمار البعداني المكلف من قبل الحكومة الصينية بنشر التوعية حول فيروس كورونا، كنت معنا من نيو الصينية عبر سكايب. وكما أرحب شكرا جزيلا لك، أرحب مشاهدين الكرام بالصحفي طلب الحسني الذي انضم لنا عبر سكايب من بيروت. أهلا بك سيد الحسني، كيف هو الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا في صنعاء حسب متابعتك؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. والحقيقة يعني هناك نوع من الاستنفار، لكن كما أشار دكتور البعداني أنه وهذا الواقع، أنه لا يمكن على الإطلاق الاعتماد فقط على التجهيزات الحكومية كان في العاصمة صنعاء أو في المدن الأخرى أو في عدن أو في أي مكان آخر.
لا بد أن يكون هناك مساعدة اجتماعية مجتمعية متكاملة، ولا بد أن يكون هناك أيضا مساعدات دولية، مساعدة دولية لمواجهة هذه الحرب. الحال حاليا في حسب متابعتي أنه كان هناك نوع من التجهيزات يعني لمنع انتقال أو دخول الوباء إلى في العاصمة صنعاء أو دمارة، يدخل عدن أو من مكان آخر، لكن حتى الآن هناك حالة سجلت صنعاء، هناك من كان يتحدث أن هناك حالات مشتبه فيها قبل حتى إعلان عن هذه الحالة المؤكدة، ولكن الحقيقة يعني على الجميع في صنعاء ربما لديهم بعض الاستعدادات بسيطة، لا يمكن أن تكون فعلا قوية في مواجهة كورونا ينتشر بسرعة، وفي البنية التحتية في المدن اليابانية ككل بسبب العدوان على اليابان هي ضعيفة، والعدوان هو أيضا ما المتبقى من هذه نتمنى أن يكون جهد اجتماعي يضاف إلى الجهود الحكومية التي حتى نستطيع أن نواجه هذه الحكومة في حدود معينة. هناك تقطع في الصوت، أرجو أن يعني يتم إصلاح هذا الخلل، وإن كان يعني الفكرة إلى حد كبير وصلت. أعود إليك سيد لبيب ناشر، فيما يتعلق بالوضع في صنعاء، هل تتفق مع السيد طالب الحسني فيما يتعلق بأن هناك دور على المجتمع؟ البلاد يعني في نهاية المطاف كانت معرضة لما قال هو أنه عدوان، الإمكانات الصحية سيء يعني صعبة هناك في العاصمة صنعاء. برأيك كيف ترى أنت تعامل وإدارة سلطة الحوثيين للمسألة في المسألة الصحية في صنعاء؟ هو لا شك أن التعويل الرئيسي يجب أن يكون على المجتمع اليمني وليس على القطاع الصحي، لأنه كما تحدثنا من السابق القطاع الصحي لن يدافع أكثر من 10% من يعني حجم الكارثة ككل، ولكن 90% يقع على عاتق المجتمع اليمني. نأتي الآن هنا إلى النقطة الرئيسية، ماذا فعلت سلطات صنعاء في هذا الصدد؟ أقول لك ماذا فعلت سلطات صنعاء، لم تحرك ساكنا إلى الآن، لم تأتي السلطات الطبية بأي كما قال الدكتور وليد من داخل صنعاء، يعني إذا كان الدكتور وليد وهو أحد أعضاء السلطات الصحية في داخل صنعاء يتحدث وهو آسف على الوضع هناك. كما قلت لك التلفزيون المحلي في داخل صنعاء والإذاعات والصحف لا تتحدث عن هذا الجانب بالشكل المطلوب. بالمقابل الأخ الصحفي تحدث، ضيفكم الكريم تحدث، الأخ طالب تحدث بأن يجب أن يكون هناك تعاون دولي. للأسف الشديد سلطات الحوثي أخي الكريم خلال 5 سنوات مضت أثبتت للمجتمع الدولي أنها ليست محل ثقة. أكثر من تقرير دولي جاء بوضوح بأن سلطات الحوثي تنهب المعونات الغذائية. إلى جانب ذلك سلطات الحوثي دمرت علاقتها بمنظمات المجتمع المدني. سلطات الحوثي تطلب بشكل مستمر إتاوات من قبل منظمات المجتمع المدني، يعني مما جعلها كثير من المنظمات أوقفت العمل في اليمن. لماذا؟ بسبب الإتاوات التي يطلبوها، بسبب وهمهم بأن هذه المنظمات تستلم أموال من دول أجنبية وبالتالي يجب أن يدفعوا للسلطة في صنعاء. من سيقوم بالعمل المجتمعي إذا كانت دمرت علاقتها بمنظمات المجتمع المدني ومنعت تراخيص كثير؟ أنا أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي. سلطات الحوثي خلال 2020 و2019 ألغت كثير من تراخيص منظمات المجتمع المدني، وبنفس الوقت هي لا تقوم بشيء تجاه هذا العمل، يعني لا تقوم بشيء يعني تجاه توعية المجتمع. إذا من سيقوم بهذا العمل؟ كيف لهذا المجتمع أن يعني يمد الناس إليه يد العون إذا كانت السلطة لا تفعل شيء والمنظمات التي كان ممكن أن تفعل شيء منعت وتم إلغاء تراخيصها، وأيضا المنظمات الدولية سمعتهم لدى المنظمات الدولية سيئة؟ أعطينا أنت من قبلك حل.
بالعودة إليك سيد الحسني. نعم. ولكن أقول أن الوقت لم يمر. نحن الآن في كارثة، العالم يفهم حجم الكارثة التي نحن نتعامل فيها، العالم يفهم أنه بصرف النظر عن ما حدث من قبل سلطات الحوثي، يجب مد يد العون إلى المجتمع والشعب اليمني. هذه هي فرصة سلطات الحوثي للتواصل مع المجتمع، مع المنظمات الدولية، وإبداء حسن النوايا وإبداء الشفافية والمصداقية، حتى وإن فرضت المنظمات المجتمع الدولي بعض الشروط للإشراف على توزيع المواد الغذائية. يجب أن ترضح سلطات الحوثي لهذا الجانب من أجل مصلحة الشعب اليمني. يجب ألا تتشدد مثلما كان سابقا في أنها هي من سيقوم بالتوزيع وهي من سيقوم بعملية استلام المعونات وتوزيعها إلى الشعب. يجب أن ترضخ هذه المرة وتفهم بأن الوضع خطير جدا. من جهة أخرى يجب وضحت أن تعيد الاتصال مع منظمة المجتمع المدني وتمنحهم التراخيص لكي مع منظمة المجتمع المدني المحلية وتمنحهم التراخيص لكي يعودوا إلى مزاولة عملهم في داخل المجتمع. أيضا يجب أن تتخذ أو تتحمل مسؤوليتها كاملة وتجمع وزارة الإعلام، وزارة التربية، وزارة الداخلية. يجب أن تجتمع، يكون هناك حكومة مصغرة لمواجهة هذا الأمر. هذا الأمر أنا الذي أقوله ليس جديدا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية فعلت هذا الشيء. وضحت هذه النقاط سيد ناشر. طيب سأنقل هذه النقاط وأيضا للدكتور للسيد طالب الحسني، لكن أيضا أسألك يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به سيد ناشر، أسألك الآن فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لديك حول هذه الحالة التي أصيبت الآن، يعني هل هناك تتبع لمسار وصول هذه الحالة؟ أين كانت من قبل؟ مسألة تحركاتها خلال الفترة الماضية بحسب المخالطين لها وما شابه وكذا، يعني هناك الكثيرين، وأنا أسألك هنا بشكل مباشر سيد الحسني، أو أطرح هذا التساؤل عليك لأنك ربما لست على اطلاع بهذه المعلومات، يعني لماذا كان الإعلان عن حالة لشخص صومالي في بداية الأمر؟ هذا التساؤل كثيرا من الناس طرح خلال هذا اليوم. نعم بلا شك، أولا الجنسية لا يعني ليست مشكلة، يعني لماذا وصومالي. لجنة شؤون اللاجئين هي كانت تتابع هذا الشخص، وهو انتقل من دمار إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج، ثم وجد في صنعاء في أحد الفنادق وقد توفي. وعندما اكتشفوا أسباب الوفاة وجدوا أنها حالة. بلا شك أن هذا أمر يعني كان يمكن أن يحاسب عليه اللجنة التي تابعة لهذا الشخص. ربما هناك تأخر حتى في اكتشاف، خاصة أنه عرض على في أكثر من عيادة في دمار وأيضا في العاصمة صنعاء، ربما لم يتبين يعني لم يتفهم أنه كان مصاب بالفيروس. هذا نقطة، أن كان صومالي أو جنسية ليست مشكلة أن يكون صومالي، ليست مشكلة أبدا. لأنه كان هناك لغط حول لماذا تم إعلان جنسية المصاب بهذه الحالة، هناك تساؤلات عن سبب إعلان الجنسية، يعني كثيرون يقولون لماذا تم إعلان جنسية المصاب. لكن فيما يتعلق من الطبيعي جدا أن تعلن جنسية المصاب، خاصة أنه توفي، يعني كيف يمكن ألا يعلن جنسيته، يعني وأن يعلن شخص توفي بفيروس كورونا ثم يخفون جنسيته، ليس أمرا طبيعيا. طيب في سياق الحديث عن الوضع هناك في صنعاء، وأنت أشرت ربما إلى ما يمكن القول على أنه عدم جاهزية للقطاع الصحي هناك، يعني فيما يتعلق الآن بهذه الإجراءات، هناك من يقولون أيضا أن الإجراءات المتخذة إلى الآن وكأنها تضع الأمور بيد الأقدار وليس هناك جدية فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات. أنت ما رأيك فيما يخص هذه النقطة، مسألة الحجر، مسألة الإجراءات الصحية المتبعة مع حالة الإصابة؟ نعم، غير صحيح يا أخي. هناك، أنا لم أقل أنه ليس هناك أي إجراءات، أو أنا قلت أنه ليس هناك قدرة، يعني هناك بنية صحية سيئة.
لكن هناك نوع من التحركات، هناك استعداد، هناك تحركات في وزارة الصحة. كنت أتمنى ألا ندخل حتى في صراع سياسي في مواجهة كورونا، ألا يستخدم الصراع السياسي أو شيطنة الطرف الآخر في مواجهة هذا الفيروس. كما المفترض هو التعاون. اليوم من يذهب إلى ضيفك العزيز ناشر يتحدث عن مشكلة المنظمات الإنسانية مع العاصمة صنعاء، هي مشكلة موجودة، كانت مشكلة في المنظمات، وجهت إليها اتهامات حتى لم تجيب عليها، من ضمنها أن النفقات التي تنفق على هذه المنظمات، النفقات التشغيلية، أكثر بكثير مما يتم الاستفادة منه. ثانيا أيضا لابد أن يكون هناك مع العاصمة صنعاء، ليسوا في غابة حتى لا يتم التنسيق معها. لا يمكن على الإطلاق أن فقط أن يقوموا بدور يعني في تحركات وفي يعني حماية، لابد أن تكون حماية أمنية وكل إجراءات دون أن يكون هناك، ليس هناك هدف الاستفادة من الأموال التي في هذه المنظمات. الغرض هو أن يكون المجتمع يستفيد، يعني لا يمكن أن صنعاء تنتظر المساعدات التي يعني يقال أنها أو تتهم بأنها تأخذها من هذه المنظمات، هذا غير صحيح. أو الإتاوات، كم الإتاوات التي يمكن أن الإتاوات حديث يعني حديث الكثير من الكذب والتزييف، حتى المنظمات لم تقل ذلك، صارت هناك إجراءات، يعني هناك محاولة لأن يكون هناك تقليل من سلطات المنظمات، يعني هناك جهة أخرى يتم التوزيع معه أو مشاركة في عملية التوزيع أو إشراف على التوزيع. في مواجهة كورونا ألا تدخل السياسة، السلطات في العاصمة جهد منذ فترة قبل أن يدخل الوباء، فعلا حالة أول حالة للجهود محدود، جهود يعني لا تمتلك حكومة العاصمة صنعاء الكثير من القدرات، حتى نقول أن هناك استعدادات هائلة، هناك استعدادات، هناك استعدادات متواضعة، ولكن هناك عمل. يعني حتى الآن ألاحظ أن هناك استعدادات، كان فندق موفمبيك تم تفريغه تماما لكي يصبح منطقة الحالات اختبار كثيرة، يعني بنية الفندق، ما يتم هناك استعداد. والمطلوب أيضا من المجتمع أن يشارك في عمل الالتزام بالاحترازات بالإجراءات الاحترازية، على الرغم أنه حقيقة لا نستطيع حتى أن نجزم أن المجتمع اليمني يستطيع بعملية التباعد الاجتماعي نظرا للوضع الاقتصادي السيء بسبب العدوان، يعني اليوم بسبب العدوان، وأيضا يعني حتى يكون العالم على اطلاع، هناك شفت تحمل أدوية وهناك مواد غذائية منذ أكثر من 6 أشهر. يعني علينا أن نوجه أيضا، يعني أنا أتمنى حتى من خصوص أنصار الله في العاصمة صنعاء أن يوجهوا بعض النفط، بعض الحالة فلا تجد سفن تحمل أدوية وسفن مواد غذائية، يوجه النقد للسعودية، وليكن يوجه النقد، ولكن في عدالة، حتى توزيع النقد والابتعاثات أن تكون بعدالة. في مواجهة لا يجب أن نغرق، لا يجب أن نفعل. أنا رأيت تغريدة لا لم أكن أتمنى أن أراها، لأن أذكر الاسم، ولكن عندما يعول أحد الصحفيين أن هزيمة أنصار الله في العاصمة ربما يكون على كورونا أمر مسلم، يعني هذا لأحد غرضه في هذا أمر، يعني يدعو إلى كورونا هو واحد خصم الكثيرين، وجعل العالم يقف تحت كورونا بروح إنسانية، ترك السياسة، ترك وواجه، هذا ما يجب أن يحب. نحن رأينا من شكرا العصر
طالب بالطرف الاخر ان يكون هناك حتى تنسيق، لم نرى من الطرف الاخر اي نوع حتى الان. هذا امر مؤسف. شكرا لك سيد طالب الحسني على تواجدك معنا، أنت الصحفي كنت معنا على سكايب من بيروت، والمعذرة السادة المشاهدين على تقطع الصوت من المصدر. بالعودة إليك سيد لبيب ناشر، فيما يتعلق بالوضع في صنعاء يشير سيد الحسني على أنه يجب أن لا يتم، يعني الآن ليس وقت المناكفات السياسية، برأيك أنت هل يمكن فعلا حدوث مسألة يعني توحد لليمنيين في مواجهة كورونا؟ طبيعي أن يتم التوحد هذا لليمنيين في هذه الكارثة، ولكن لن يكون طبعا التوحد بالتواصل المباشر ما بين الطرفين، هذا أمر مستحيل ووهم. إذا افترضنا، سيكون التواصل عبر وسطاء دوليين، منظمات الصحة العالمية، منظمات الغذاء، منظمات الأمم المتحدة، هذه الدول الصليب الأحمر، هذه الدول الذي ممكن، أو عفوا هذه المنظمات التي ممكن أن تكون وسيط للتواصل الغير مباشر ما بين الطرفين. نحن الآن نفتقد للتواصل المباشر والغير المباشر على المستوى الجانب الصحي والجانب، هم فقط يتواصلوا بشكل غير مباشر على المستوى السياسي لا أكثر. ولكن يجب أن يتم توسيع هذه الدائرة، يجب أن يتم التواصل بشكل غير مباشر عن طريق وسطاء بشكل أكبر، تشكيل لجان مشتركة لا يمنع ذلك في حالة إذا وافق الطرفين أن يتم التواصل بشكل مباشر. لكن عودة إلى ما قاله الأخ الحسني عن التحالف، التحالف يصنع كارثة أخرى، يصنع كارثة مكتملة في مناطق السيطرة الشرعية. التحالف هذا فيلم لحاله، يعني إلى الآن هذه الدول الغنية جدا لم تستطع أن تفعل أي شيء في داخل دول أو في داخل المناطق المحررة الشرعية، ما تزال عدن تعاني يمكن أكثر من صنعاء بحكم أن الحالة فيها قد أصبحت كبيرة. ولكن بالنسبة لسلطات صنعاء، العملية ليست مناكفات سياسية، العملية واضحة جدا. الأخ الحسني عندما قال بأن ما تم أو لم يتم هناك شيء من هذا القبيل ما بين سلطات صنعاء ومنظمات المجتمع المدني، أقول له إما وهو إما أنه لا يعلم عن ما حدث، يعني هو قد غادر الآن، ما بات بمقدوره الرد، نعم، أو أنه إما أنه يعني لا يعلم عن ما حدث فعلا في صنعاء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، أو أنه يدافع عن سلطات صنعاء فيما حدث وهو بالتالي شريك في الجريمة هذه. الآن أعود مرة أخرى وأقول لك أخي الكريم أن من المهم جدا أن تكثف سلطات صنعاء تواصلها مع المنظمات الدولية، وتحاول أن تظهر حسن النية بقدر الإمكان، وتحاول أن تكون أكثر مرونة من أجل الشعب اليمني. كان دائما سلطات صنعاء تشترط شروط صعبة جدا على منظمات الغذاء منظمات الغذاء الدولية، وترضخ المنظمات الأخرى لسلطات صنعاء بحكم أنها فارض سيطرتها في على الارض. ولكن في الوضع الحالي ارى انه يجب ان يكون هناك اشراف اممي في استلام المساعدات وتوزيعها حتى في الداخل مع منظمات ترتبط مباشره بالمنظمات الدوليه. هذا هو الحل الانسب لتامين الغذاء للناس الذين ليسوا قادرين على الصمود اكثر من يومين 3 ايام في داخل بيوتهم دون الخروج الى الشارع. ايضا اتمنى على سلطات صنعاء ان تعمل بشكل جاد من خلال وزاره الاعلام ومن خلال وزاره الداخليه في فرض حظر التجوال. يجب ان يكون هناك عمل جاد من قبل السلطات الصحيه في افلام وسكتشات وفيديوهات للتوعيه بكيفيه التعامل مع المريض في داخل البيت، كيفيه التعامل مع المريض اثناء النقل، من يجب ان يتعامل معهم. على فكره اكثر الناس الذين سيكونوا عرضه الان او لا سمح الله لا قدر الله خلال اسبوع او اسبوعين عندما اذا الله لا قدر، يعني لا اريد ان اقول هذا الفارس سيء ولكنه هذا الواقع، قد ينتشر الوباء بشكل كبير جدا، ستكون اغلب حالات الوفاه هي للمرضى او الناس الذين لديهم امراض مزمنه، الناس الذين لديهم فشل في الكلى، الناس الذين لديهم مشاكل في القلب. هؤلاء يجب المجتمعات الصغيره في داخل الحي الواحد، في داخل الشارع الواحد، أن تلتفت لهذا الأمر. يجب على كل مجموعة من الشباب في داخل الشارع الواحد أن يجتمعوا أخي الكريم ويبدأوا يرصدوا الحالات المرضية هذه، والناس الذين لديهم حالات مزمنة يجب أن يبلغوهم ببقائهم هناك وأنهم سوف يتم التعاون معهم وإيصال المواد الغذائية إليهم. شكرا يجب لك. أن يتواصل هؤلاء الشباب مع منظمات المجتمع المدني الموجودة في أحيائهم والقريبة منهم، مع حتى ليس هناك مانع أن يذهبوا هؤلاء مجموعات الشباب إلى مكتب منظمة الغذاء في داخل صنعاء
ويطالبوهم بشكل او اخر، فليذهبوا الى السلطات في داخل صنعاء يقولوا لهم احنا لدينا عدد من الامراض في داخل الحي هذا، يجب ان نوصل اليهم الغذاء، لن ناخذ او لن نخاطر بارواحهم في الخروج. الشباب ما بين سن 18 سنه الى سن 25 سنه، هؤلاء هم الاداه الفاعله الاقوى على الارض الان. انا اوجه نداء الى جميع الشباب اليمني، اجتمعوا في احيائكم في حاراتكم، شكلوا مجموعات. وضحت النقطه سيد ناشر، التعامل مع هذه الازمه ضمن الحاره الواحده والحي الواحد. شكرا لك اذا سيد لبيب ناشر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك في حلقه اليوم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل، في امان الله.